عقد مجلس الأمة جلسة سرية، وذلك بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة وفقا للمادة 150 من الدستور، وقد قرر المجلس الموافقة على الطلب. ثم قدم وزير المالية عرضا عن الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس 2019، ثم تحدث الأخوة الأعضاء، وبعد انتهاء المناقشة قرر المجلس الموافقة على التوصية المقدمة من مجموعة من الأعضاء، وهي الموافقة على تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية على ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار، صندوق احتياط الأجيال والاحتياط العام، وكذلك جميع المؤسسات المالية لدولة الكويت. ووافق المجلس بالإجماع على هذه التوصية. ثم قرر المجلس الموافقة على إحالة الحالة المالية إلى ديوان المحاسبة لفحصها، ومن ثم تحال بتقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي. هذا ما تم في الجلسة السرية. وقد وردني من بعض الأخوة أن هناك من يتناقل أن في بنود أخرى كانت في الجلسة السرية. لا يوجد لأي بنود، ليس هناك أي بنود أخرى غير هذا البند، بند الحالة المالية اللي تم مناقشته في الجلسة السرية.